بعد الثورة بتزيد، وهل الأساليب النقابية بتتغير؟ مفهوم النقابة مرتبط بالضرورة بكمية المحاذير، يعني حيثما وجدت محاذير وجدت فكرة النقابة، وكلما ازدادت المحاذير كلما اشتدت الرقابة. فلا توجد رقابة مجانية، ولكن الرقابة هي تحمي ما ترى هي أنه يجري ما يجري. الفترة اللي سبقت 25 يناير كانت المساحة المسماة آنذاك بهامش الحرية تتسع يعني شيئا شيئا، وكنا نرى تجلياتها في الشارع وفي الصحف وفي البرامج التلفزيونية بنسب يعني بتزيد وتنقص، لكنها في النهاية تقف عند محظور أساسي كان منصوصا عليه آنذاك ويتداول يعني بين الكتاب، انه وارد للكاتب او المتحدث او القائل ان ينتقد الإدارة، الحكومة، رئيس الوزراء، ولكن ينبغي له ان يتوقف عند شخص رئيس الجمهورية على اعتبار انه يمثل البلاد، وكانت هذه هي الحجة التي يتم الترويج لها او استعمالها. المحظور الأساسي هذا لم يمنع في كثير من الأحيان من تجاوزه عبر وسائل التعبير التلقائي زي النكات، بعض المقالات، حتى انه بعض يعني بعض الكتاب كتب قبل الثورة مقال صريح يقول فيه لحسني مبارك رئيس الجمهورية انني اتقيأك، وهذا منشور ومتداول يعني. أما المحظور الدين فلم يكن بهذه الصرامة، لكنه موجود. وما عدا هذا فلا توجد يعني محاذير يعني يعتد بها، إلا بقى تجاوز الأمر التعبيري في مسائل الجنس مثلا، وهذا يعني اصلا مش وارد في مجتمعنا. بعد الثوره تقلبت الامور بسرعه، وتكثف المشهد الاسلامي في الفسيفساء المصري وتجوهر وتجمع وصار يمارس سلطه اخرى لها محاذير، كان اولها ظهورا فكرة ان الاسلام في خطر، وبالتالي يبقى المساس من قريب او من بعيد بالدين هو شيء خطير يجب الرقابة عليه. بهذه الدعوة المغلوطة تم قلب الموازين، حتى الموازين الدينية نفسها، يعني في الآية القرآنية ان الله يدافع عن الذين آمنوا، أصبحت القاعدة كما لو كانت إن الذين آمنوا يجب عليهم أن يدافعوا عن الله، فانقلب المعنى القرآني لصالح جماعة تزعم، جماعات وليس جماعة واحدة تزعم كلها أنها متحدثة وممثلة، ليس ممثلة بمعنى يعني مجازي، لا، هو زي ما بتقال يعني full representation للإله في الأرض. فهو وده مفهوم موجود في الإسلام عموما، واحنا عندنا أحد كتب التراث بيتكلم عن العلماء يعني علماء الدين، عنوان الكتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، كما لو كان هو يعني إيه التوقيع السيجنتشر بتاعه ده هو عن او بدلا من او instead of رب العالمين. بهذه الحيلة تم تكثير من الكثرة المحاذير والمحظورات، ومن ثم لم تعد
الرقابه متوقفه فقط على الجهاز الرقابي مثلا في السماء او في صح، انما اصبحت متطوله فينا، وهذا خطير. بس احسن راي حضرتك ان الرقابه الاجتماعيه هي اللي زادت من بعد الثوره؟ زادت الرقابة على عدة مستويات، يعني أصبحت الرقابة على مثلا المصنفات الفنية أكثر حدة وقت ما تريد، والرقابة في الصحف بمعنى رفع قضايا على الكتاب أكثر جدا، حتى أنه وده عجيب أنه مجموع القضايا اللي ترفع على اصحاب الاراء بعد الثوره قد 30 سنه كلهم بتوع حكم في سنتين، لانه ما هي لعبه هو حد بيروح يقدم شكوى وخلاص، يعني ما فبيكتب انه فلان بيزدرى الرئيس، فلان بيزدرى الاديان، فلان بيهدد الوحده الوطنيه، ويبقى الأمر معقوداً ناصية أو مرتبط بمن يحرك هذه الشكوى أو لا يحركها. فلما يكون عندنا نائب عام إخواني، معنى هذا أنه بتتم الرقابة أو الضبط من زاوية النظر الإخوانية. تأثير هذا غالباً ما يكون بالعكس، لأنه بيحافظ على قشرة كاذبة في العقلية الجمعية أو في المجتمع، ويطرح في الوقت ذاته نقيضه. فرأينا في مصر مثلا في السنة الأولى للثورة، رأينا اللحى تنتشر والنقاب يستعلن، ورأينا علياء المهدي تعرب الكامل من جهة أخرى تجدي الإعلام الديني الممعن في يعني التشدد، وفي المقابل مواقع الإلحاد وإلى آخره بتشتد أيضا في يعني، لأنه كما هو الحال في مجال الطبيعيات أو الفيزياء فيزيكس، يعني أنه لكل فعل رد فعل، يعني يساوي له في القوة ضد له في الاتجاه. فأيضا في المجتمع على نحو ما يتم هذا الأمر، فإذا تشددنا جدا ينطرح في المقابل نوع من التحلل، يحافظ التحلل يحافظ على الشكل لكنه يسير عكس الاتجاه. ولهذا مثلا أنا أتوقع أنه نسبة العري في مصر في هذا الصيف اللي على الأبواب تزيد جدا كنوع من التحدي، ونسبة المشاكل اللي هيسببها هذا الأمر ستزيد بالضرورة. وإن لم يجد أو لم تجد الحكومة ما تشغل به الناس حتى تمرر يعني أهدافها غير المعلنة، أظن أن ده هيكون باب من أبواب احتكاك المشاكل، أن تتعرى الفتيات والنساء فتزيد حالات التحرش، فتصبح التحرش قضية أساسية في المجتمع. وهذا أيضا عجيب، يعني كيف يستقيم أننا قبل الثورة لم نكن نشكو من التحرش مثلما هو الحال عقب الثورة، مع أنه مفروض أنه الثورة بتؤدي إلى تحرر وإلى انشغال بالعقل الجمعي بأهداف عليا أكثر من معاكسة البنات والستات. وطبعا كلنا في مصر تقريبا يعني نعلم أن هذا الأمر مصنوع وموجه وليس عشوائيا. فهذا الانفجار المفاجئ لصبية يعني من 15 ل 18 سنة أو من 14 ل 20 سنة ويهاجموا الفتيات بضراوة جدا، وبعدين تطلع المسرحية بقى الهزلية اللي رأيناها، انه هناك من تلقي باللوم على الفتيات، ثم نرى في الصور انه فتيات يعني مسترات جدا ولسنا يعني كاشفات او باللفظ الديني سافرات يعني بشكل
وهم يستعملون الآن كلمة متبرجات، وهي كلمة سيئة المعنى للتفرقة بين من لا تلبس ما يظنون هم أنه زي إسلامي وهو ليس بإسلامي على كل حال، وبين من لا تلبس تصبح متبرجة. هذه يعني لفظة معيبة لكنها صح تستعمل. ودخلنا في جدل لا طائل تحته حول حق البنات في كشف شعورهن أم لا، ثم انتقل إلى مستوى أكثر ابتذالا عندما صرنا نتحدث وانشغل العقل الجمعي في مصر بقضايا مثل سن الزواج، وبعضهم يقول أنها 9 سنوات والآخر يتفضل فيرفعه إلى يعني 11 سنة، في حين أن الواقع الفعلي أن الفتيات يصلن إلى سن 30 ويجدن لهم ولا الشبان فرصة للزواج أصلا. ف يعني طرح القضية والإيمان في تروجها كان تخييلا وصناعا فيما أرى خبيثا لشغل الرأي العام وتحويل هذه الثورة إلى فورات مختلفة وتشتيت الوعي العام الذي يشتكي أصلا من نقص الوعي، وبالتالي يمكن تبديد حالة الاحتشاد الثوري.